يا جماعة النبي في صحيح مسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، منهم المزبل إزاره، فثياب الرجل إذا كانت تحت الكعبين للخيلاء للتكبر والمفخرة وشوفة الحال كبيرة من الكبائر، لأن النبي في صحيح البخاري قال من جر ثوبه خيلاء فلا ينظر الله إليه يوم القيامة، أما إذا ما كانت للخيلاء فليس بكبيرة. الدليل على ذلك في صحيح البخاري أن أبو بكر قال يا رسول الله إن ثوبي أحد شقيه يسترخي إلا أن أتعهده يعني أرفعه، قال النبي إنك لست تصنع ذلك خيلاء. وقد ثبت أن النبي لما خرج على قومه في صلاة الكسوف خرج مسرعا وهو يجر ثوبه. وقال عبد الله بن مسعود لما سئل عن إسبال الثوب لما كان يسبل ثوبه فقال إني رجل أحمش يعني ساقي ضعيفتين. ملخص القول إذا كان للخيلاء فكبيرة من الكبائر، أما إذا ما كان للخيلاء فليس بكبيرة. أما حديث لا صلاة لمسبل إزاره فحديث ضعيف غير ثابت عن النبي، والله أعلم.